شرف الزيارة اللطيفة دي من غير سابق معاد. تسمح تأمر برجوع زمرودة للحريم في داري؟ آت. زمرودة جاءت على ألا تعود. معنى كده إنك بتسترد هديتك؟ افهمها كما تشاء. وشيف يقول لك إن ده مش تصرف أمراء. الأمراء لا تسترد هداياها. ده إذا كان المهدى إليه جدير بالهدية. أما إذا كان المهدى إليه بلغ من المتالة حد إنه يرمي أخوه في السجن. إذا كان بلغ من الانحطاط يصور امضته بعد كده علشان يتطول على ارضه. تعتقد ان انسان زي ده جدير باي هدية؟ نور وصل السيد شهيد الباب. اهلا بالسيد يا صاحبي. انا لا اصافح اليد التي تجنت على والدي. انا لا اتجنى على احد يا فتى. وهذه الاكاذيب التي اتهمت بها والدي. حقائق كلها حقائق معلم. انت تهين والدي مره اخرى، وهذه الاهانه لا يمحيها الا الدم. شاء ظروفا يدفع الابن ثمن اخطاء ابي. حدد الزمان والمكان. باكر صباحا عند فتح الهرم تدفع من دمك ثمن اهانتك. مالك يا سمرة؟ انا خايف. عصام شد وسيفه غزار. الخوف كلمة ما عرفهاش، لكن اللي بيألمني ويحز في قلبي إنه مضطر أقتل ابن ياسين، لكن ده أمر الله.